يا رجل شوف كمية الفلفل، شوف كمية الفلفل، هذا الحالة باين ان عذاب، حرفيا عذاب. أعزائي المتابعين أينما كنتم، متيم بن عبد الله is back. أسعد الله مساكم وصباحكم أعزائي المتابعين ما كنتم، متيم بن عبد الله من هذا الفيديو الجديد والجميل والرائع الذي خلاله في حملتنا الجديدة شخبار عالم اليونين اللي باين أن الناس ما حبتها ما أدري ليش، ولكن الحملة إن شاء الله راح تكون مستمرة إلى أن نوصل إلى 2,000,000 مشترك، بعدها إن شاء الله شخبار على 3,000,000 كذا لين شخبار على 1,000,000,000. خلنا نبدأ شخبار على 1,000,000 الحين. الزبدة في فيديونا لهذا اليوم، يعني بحبيت أن أبعد عن الآلات والعفسة وما أدري إيش وركب وشيل وحط وهذا يعني فيديو خفيف، فيديو من الفيديوهات اللي كانت من بدايات القناة، يعني بباسي السعادة، وكان في شباسي الافتخار. شباسي الافتخار الناس اللي ما تعرفها نجيب شيبسات أمريكية من ماركات مشهورة، ولكن نكهات ما هي موجودة في أي مكان، ما بتشوفها إلا هنا عندي بس، يعني لو تلف في الأرض كلها ما راح تشوفها إلا عندي أنا. تل موضوع اليوم جبنا لكم ليز، يعني ليز أنا من نفسي يعني ماركة أحبها، وفي عندها أشياء رهيبة، يعني ليز عندها أشياء لذيذة، ولكن يعني يوم رحت هالمرة لقيت أشياء غريبة. ولكن في ناس ما تحب ليز، ناس تحب ماركات ثانية، هب جبنا لهم أشياء من ماركات ثانية، ولكن التركيز الكبير على ليز. فنبدأ بأول ليز عندنا لهذا اليوم. ليز الأول عندنا لهذا اليوم جبنا ليز اللي على باربيكيو، ولكن مكتوب lightly salted، يعني كذا يعني شوية ملح محطوط عليه، رغم أنه شوية ملح محطوط عليه إلا أنه بس 50% صوديوم أقل، يعني بتحط عليه شوية أقلها 80% حبيبي، 400% أقل، ولكن مو مشكلة. أنا واحد قررت أني في الفيديوهات هذه ما أعصب. أول ما تفتحها كذا تفوح رائحة الباربيكيو، طبعا هذا هو شكله عادي جدا، يعني ما نلاحظ أي فرق بين شكله وشكل إلا ملح كامل يعني، ولكن الفرق في الطعم، الطعم هو اللي يفرق. نقول بسم الله. حباته مرة كبيرة ما أدري ليش، آخر واحدة لأني مرة جايع، بعد واحدة أوكي ما أدري، يعني مكتوب إنه 50% أقل، ولكن الطعم 70% طاير مرة، يعني كأنك قاعد تأكل ورق عليه شوية باربيكيو صوص. ما هو مرة رهيب، يعني ما هو الخرافي اللي بأكله بقول إنه مفيد للصحة أبدا، يعني مع المفروض إنه يكون مفيد للصحة، ولكن ما هو مفيد للصحة. طعمه ما أعجبني أبدا أساسا، حتى طعمه يعني ما هو مقرمش مرة، تحس كأنه ساقع مغموس في ماي شيء كذا، فما يعني هذا 50% أقل ولكنه نسفت الدرجة مرة. بعطيه صراحة 3/10 مو أكثر، وخروح للي بعده. ثاني واحد عندنا لي هذا اليوم هالمرة الويفي من ليز بنكهة الرانش. نكهة الرانش نكهة ما هي سيئة بصراحة، في شيبسات كثيرة تضبطها، يعني هذا هو طبعا شكله يجي كذا أوكي. فنقول بسم الله. أوه كشيبس لحالة كذا، نكهة الرانش اللي قاعد تذوقها فيه مرة قوية أوكي، حرفيا كأني ماسك حبة شيبس عادية مغمسة فرانش. واو نكهة الرانش اللي فيه مرة قوية، وكونه ويفي كذا بصراحة خلى النكهة تكون أقوى، تكون يعني في السطح أكثر، فبصراحة قاعد أكل شيء على مستوى مو طبيعي. اوكي لذيذ حلو، ولكن نكهة الرانش كنكهة بروحها ما ادري، احس يعني احتاج معها شيء ثاني عشان توصل رقم مرة عالي يعني، ولكن كذا ما ادري يعني احس كأنه بلين، يعني كأنه مثلا اللي على ملح بس انه على رانش. فهذه النكهة بالنسبة لي راح تكون اقوى لو كانت على رانش مثلا وخل، لا رانش خل مرة سيئة، مثلا كانت على رانش وباربيكيو صوص تكون مرة حلوة، كانت مثلا على رانش وعلى بافالو تشيكن بتكون مره لذيذه، بس كذا بروحها هي ما هي بطاله، ولكنها ما هي نكهه توب بالنسبه لي، ولكن اقدر على هذا. مثلا يعني ما ودي اكل نكهه قويه كشيبس كذا، قاعد اتابع فيلم وتركز مع الفيلم، مع ذلك تبغى شيء فيه نطعه كذا حلوه، هذا بيكون مره كويس. اعطيه صراحه 8/10. خروح للحلو اللي بعده. اللي بعده جينا الى تشيروس. تشيروس من الأشياء الرهيبة اللذيذة هالمرة، وايت تشيدر بايتس اسمه، ريحة وايت تشيدر هذا شكله بايتس، يعني مخلينا كأن التشيز بوفس بس إنه بحجم صغير، حجمه أوكي تمام حلو، ولكن يبقى الفرق في الطعم.
اوكي طعم ما هو بعيد عن الشيبس بوبس العادي حقهم، ولكن بالنسبة لي اللي قاعد أشوفه هنا إن هذا أخشن من الشيز بوبس. يعني الشيز بوبس من الأشياء اللي تخليني أفضله، تخليني أحبه، وهو أن التكستشر حقه مرة خفيف، يعني كذا بلسانك يا رجال تسوي له كذا ويروح يعني يذوب. هذا لا، هذا يبغى له شوية فورس، يبغى له تعصر كذا يا ها. فهذا الشيء بالنسبة لي ما راح يخليني أستمتع فيه أو أخذ التجربة الكاملة فيه اللي أخذها في الجيز بوبس العادي عندهم أو التشيتوس العادي بشكل عام. أبعطي صراحة 7/10، ولكن طعمه بصراحة يعني طعمه حلو، ولكن التكستشر بالنسبة لي مهم جدا في أي شيبس. روح للبعدة. الليز اللي بعده على مخلل، أتوقع يكفي هذا كل شيء أقوله. يلا خلنا نفتحه وناكله. أول ما بدأت ريحة المخلل لأنها فاحت، هذا طبعا شكله ما أحس فيه فرق، يعني ما أحس، يعني تحس إنه مخلل مرة إلا لما تشم ريحته أكيد يعني. فبسم الله. واو اوكي. انا كنت متوقع انه بيكون سيء جدا. انا اكره شيء اسمه برينجلز على دل بيكل او على مخلل، جربته مره في حياتي وكان مره سيء، ولكن هذا مره لذيذ. واو، كان تشيبس على خل وملح، ولكن فيه نكهه او حموضه الدل مخلل. واو من جد صراحة ما أتوقعها بكل هاللذة، بس الحين يوم أكلت 4 أو 5 صراحة عورني بطني، ما أحس إني بقدر أكل زيادة. بس يمكن آخذ دين. والله لذيذ، والله يا جماعة إني قاعد أكل شيء ما هو طبيعي، ما ودي أوقف. طعمه مرة لذيذ يا أخي. إذا كنت تحب اللي على خل وملح، شيبس اللي على خل وملح، فليز اللي على مخلل راح يجيبك مرة، حيطيرك فوق السماء كده فوق فوق. أبعطيه بصراحة 9/10، ومرة مرة يستاهل التجربة. وللناس اللي بتقول يا أبو تيم ليش ما أعطيت 10/10؟ لأن أنت اللي تستاهل 10/10. تعرف ليش؟ لأنك بتسوي لي فولو في الانستغرام حقي فوق هنا، واللي ما بيسوي لي فولو في الانستغرام أبقى أدشدشة هاشتاج دشدشهم. المرة جينا إلى الشيء اللي يكون مرة كرانشي يقرمش، مرة جينا إلى فيلرز، ولكن هذه المرة بنكهة الباربيكيو، سويت أند سموكي باربيكيو، يعني باربيكيو حالي وفي نفس الوقت طعمه مدخن. فيلرز بالنسبة لي من الشيبسات اللذيذة، ولكن لذتها مو أنها تاكلها بروحها بصراحة، لذتها أنك تاكلها مثلا مع رانش مع شيء هالكذا. ولكن في الفترة الأخيرة لاحظت أن في عندهم نكهات تكون مثل ما تشوفوا نكهتها مرة قوية، فيه كذا يعني مباهر ومتبل كويس. وهذه المرة يعني باين من ريحه انه مدخن، وانا عن نفسي احب ان الشيبس يكون مدخن. في شيبسات قليله اللي كانت مدخنه ولكنها كانت مره لذيذه، فهل هذا يكون واحد منها؟ ما ندري. وفي نفس الوقت مره مقرمش، هذا الدبل كرانش عندهم يعني. بسم الله. اوكي يا رجل شوف كميه البهار، نهائيا ما هو سيء. القرمشه اللي فيه حلوه، نكهه الباربيكيو اللي فيه حلوه، السموكنس اللي فيه بصراحه عجبتني، توقعت تكون أقل صراحة ولكن نايس. بس أحس إنه نكهة الباربيكيو الموجودة كان ممكن تكون أفضل، لأن يعني هنا مكتوب إنه سويت، يعني المفروض إنه حالي، ولكني نهائيا ما نضايق أي حلاوة في الموضوع. توقعت بيكون يعني أقوى كنكهة، ولكن واو السموكنس اللي فيه مرة حلوة، فهو لذيذ ولكن ما هو أفضل باربيكيو سويت باربيكيو أكلتها. حسيت إنه في نكهات أفضل منها، فبصراحة بعطيه 8/10. روح اللي بعده. اوكي النكهة اللي بعدها بصراحة مرة متحمس لها. ليش؟ لأنها نكهتين في واحدة، واحدة أحبها وواحدة توي بجربها وحبيتها. هالمرة ليش؟ على فليمن هات ومخلل في نفس الوقت. بوم، مفيش بوم أكتر من كده. مفروض أنها تكون مرة بطلة هذه. أول ما فتحتها يعني على أنها فليمن هات، إلا أن ريحة المخلل بانت أكثر من الفليمن هات بكثير. هذا شكلها طبعاً. قول بسم الله. أو يا مخلل وفليمن هات مرة حار. هو ليش هو مرة حار كذا؟ وليش أنا هو مرة حار قاعد أكل زيادة؟ أوكي أوكي يا مرة حار. أوكي كان فليمن هات، طيب فليمن هات حرارته معتدلة، ولكن هذا الخل اللي فيه يفتح زيادة عشان إنه يصير أحر. ما هو سيء، لذيذ، ولكن بالنسبة لي اللي على مخلل كان أحلى. الناس اللي تحب الفليمن هات هذا ما راح يكون أفضل خيار لكم، لأن بصراحة نكهة الفليمن هات مرة أحر صايرة. ناكل آخر واحدة. أبعطيه 8/10 لأنه بصراحة لذيذ، ولكني على مخلل كان أحلى منه. أوكي الفليمن هات حبي صالحنا وجانا هالمرة في ليز، ولكن كيرل كوكتيل اللي هو يكون متين
وإذا ما خاب ظني يكون سوى في الفرن، ما أتذكر بالضبط، بس إنه يكون مرة متين يعني سميك كذا. أنا عن نفسي واحد من الشيبسات المفضلة عندي يعني قطعاً اللي هو الكيرل كوك اللي على هالبينو، أنه يذكرني بصراحة بالليز الحار اللي عندنا في البلد، فهذا المفروض إنه يعطينا تجربة أفضل، فخلنا نجربه. يا رجل إيش هذا اللي قاعد أشوفه أنا؟ يا رجل جحيم، شوف اللون يا رجل، شوف كمية الفلفل، شوف كمية الفلفل، هذا الحالة باين انه عذاب، حرفيا عذاب. بس الواحد شو يسوي في حياته، لازم ياكل. بسم الله. واو مرة حار، هذه ما نختلف عليها، ولكن كمية الفليمنهات اللي موجودة مرة حلوة. الشيبس نفسه مناسب انه يكون فليمنهات جدا، يعني التكستر حق الشيبس، طريقة الطبخ نفسها، النكهة كلها مع بعض، يعني بصراحة معطيتني صراحة شيء خرافي جدا. ما ادري وش اقول عنه يا اخي، مرة لذيذ، مرة حلو، ومن اول ما اكلته عرفت ان هذا تقييمه بيكون 10 من 10. اي نو، يعني ومرة يستاهل التجربة. هذا راح يكون صديقي اليوم ان شاء الله. نروح المنتج اللي بعده. اوكي، الواحد لازم يتحمس مع منتج 10 فيجيب فليمن هات زياده. هذا فليمن هات وليمون في نفس الوقت، مع ان الفليمن هات هو اصلا حامض، فما ادري كيف فليمن هات وليمون في نفس الوقت، احس في شيء في الموضوع يعني. ولكن يا فليمن هات من دوريتوس، ف هذا شكله يجي ليس بسيء. نقول بسم الله. اوكي، انا فاهمهم هم وش يبون يسوون، ما يحاولون يسوون الفوغو، الفويغو اللي هو مال تاكيس، تاكيس البنفسجي، باينها محاولة من دوريتوس لأنه يسوون الشيء الخرافي هذاك، ولكن نهائيا ما نجحت. ما ادري يعني، اوكي نكهة الفليمن هات ما هي مرة باينة، في نكهة حامضة، التكستشر مع هذا بصراحة ما هو معطيني افضل تجربة نهائيا، ولكن لذيذين اكل، بعطي صراحة 7 من 10. اوكي نبي يصبح الصبع، نروح لآخر شيء عندنا لهذا اليوم، منتجنا الأخير لهذا اليوم. هالمرة جبنا المنتج اللي ما ندري، هاني باربيكيو على باربيكيو وعسل، فهذا المفروض إنه يكون حالي، يعني حالي باربيكيو حالي، ما هو المفضل عندي، ولكن بصراحة في أشياء يعني جربتها كانت كذاك وحبيتها يعني. هذا هو نقول بسم الله. أو مرة حالي هذا، أوف حرفيا مرة حالي، بس ما مسيء، حلاوته تو ماتش صراحة. أنا كنت متوقع أنه حالي بس مو بهالقوة، ولكن نكهة الباربيكيو جدا ضايعة، ماني ذايقها، ذايق طعم العسل بس، يا يعني يجعلني فرحا مو مرة، ولكن ينوكل يعني ينوكل. ما يستر صراحة أكثر من 5 من 10، لكن بقول 5 من 10، وبادري ما أنصح فيه مرة. هذا أكيد منتج اليوم 100%. أوه. وهذا اللي كان عندنا اليوم أحبتي، لا تنسون لايك سبسكرايب وشير، وانتظرونا في الفيديو الجاي قريبا جدا. كان معاكم متين بن عبد الله، وش أخبار مثل ما كان مكتوب بأول الفيديو على 2 مليون، متين بن عبد الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.